الشغلانه دي متورثينها من زمان. جيب الجلد بيعالجه من الدباغ، من الروائح الكريهه البكتيريات، وبنبدا ان احنا نبيعه على انه جلد زي ما هو جلديه البقره، طبعا الكل عارف شكلها برسمتها الطبيعيه. بعد كده بدانا ان احنا نحدث من شغلنا، ان احنا بدانا نطور من الجلد دوت، بدانا ان احنا نستخدمه كسجاد، بدانا ان احنا نستخدمه كطبلوهات حيطان، بدانا ان احنا نستخدمه نعالج منه، ممكن نشيل كمان الشعر وندخله مثلا معانا في طبلوهات ايات قرانيه، ممكن ندخله في رسومات اشخاص، ممكن ندخله في رسومات فرعوني، ممكن نستخدمه في كذا حاجه. فبدانا ان احنا الشغلانه يعني يعتبر من زمن الزمن. فبدانا واحده واحده لحد ما وصلنا لموضوع ان احنا نطلع السجاد. بدانا بعد كده ان احنا جهاز تنميه المشروعات بدا برضو ان هو يساعدنا في ان احنا ننزل معارض داخليه وخليجيه، وبدانا ان احنا نعرض شغلنا، والحمد لله عن طريق جهاز تنميه المشروعات بدا ان احنا بقى لنا زبون بيجي لنا عن طريق المعارض، وبقى الزبون يستننا بحيث ان يعرف ميعاد المعرض اللي جاي امتى، وبقى يتواصل معانا ان احنا يستنى معرضنا اللي جاي عشان يشوف ايه الجديد بتاعنا. دخلنا معانا بوفات، دخلنا معانا كراسي، دخلنا معانا كذا منتج من المنتج الجلد، بنحاول ان احنا نستأصله ونطلع منه اكتر حاجات ممكن تستخدمها في المنزل عندك. بدأنا ان احنا الحمد لله رب العالمين بدأنا نصدر، بدأنا دلوقتي نصدر السعودية، بدأنا نصدر الكويت، بدأنا نصدر الامارات، والحمد لله بدأ الطلب على المنتج بتاعنا في قابلية، وفي ناس بدأت ان هي يعني يعجبها وبقى في طلب عليه الحمد لله احسن من الاول. كانت الاول الناس بتشوفه كجلدية طبيعية وفقط لا غير، دلوقتي اصبح ان احنا بدأنا نستغله كسجاد، نستغله كطبلوهات، نستغله يعني كذا حاجة ممكن تنفع معاك في المنزل، كراسي، ممكن بوفات، ممكن في اي منتج، ممكن الحمد لله رب العالمين ان احنا نحاول نطور منه وندخله مع الجلد بتاعنا. احنا شغلنا عبارة عن الجلد البقر، بنجيبه بنعالجه حاجة بحاجة، ان احنا نشيل منها الروائح الكريهة والحشرات والحاجات دي، ان هو بحيث ان المنتج يبقى معاك حاجة جاهزة وتقدر تصدرها لبرة، تبقى معاك منتج كويس. فبدأنا ان احنا نستغله، بدأنا نعمله سجاد ارضي، بدأنا نعمله مثلا طبلوهات ايات قرآنية، ممكن نفرغ الطبلو نشيل مثلا نحط الله اكبر، ممكن نحط حبيبي يا رسول الله، ممكن نحط اي حاجة احنا عايزينها اذا كان قرآن او اذا كان اشخاص. ده بالنسبة للي هو ابو شعر، طبعا السجاد الارضي من اللي هو ابو شعر. المعلقات اللي هي تعتبر عليها رسومات او الفرعون او الحاجات ديت، دي طبعا بتبقى ان احنا بنشيل منها الشعر عشان الرسمة تبدأ ان هي تظهر معانا زي كده، تمام. ممكن بدأنا برضو ان احنا نعمل مخدات، بندخل معانا برضو الجلد الارانب، ده جلد ارنب غير جلد البقر. بدأنا ان احنا نستغله معانا برضو كسجاد او كمخدة، بس طبعا بيبقى جلد الارنب برضو الزبون بيبقى يعني على الطبيعة بيبقى فاهم ان الارنب اضعف شوية من البقر، فطبعا ان احنا بدأنا نعمله، بس ممكن بنآمن ان الزبون يعني نعرفه برضو ايه يعني بما يرضي الله، ان مثلا الارنب ممكن ينفع بس ايه غرفة نوم، تبقى حاجات اللي هي معلهاش الاستهلاك زي البقر. البقر بيستحمل معانا زي ما حضرتك تحطه في اي مكان تداس عليه باي حاجة. طبعا هو فيه مميزاته ايه هي برضو احنا ما شرحناهاش. مميزاته ان هو ما بيتوسخش، يعني بمعنى ان ده ملمسه زي الشعر، الشعر دوت اي حاجة بتقع عليه بتعمل زي الكور كده وبتنطر من عليه، ما بيقبلش الحاجة. نفترض مثلا زي كوباية قهوة، نفترض ان هي وقعت عليه بتنشف عليه زي ما هي، مجرد ما حضرتك خبطت على ظهرها ممكن تقع منك، فما بيمسكش فيه اي حاجه، فاصبح ان هو ما بيتوسخش علشان ان احنا نغسله. فدي ميزه برضو في الشعر ابو جلد، ان هو حاجه تبقى معاك حاجه فاتحه، لان اصبح الناس كتيره طبعا السجاد عارفه ان هو مجرد ما بيتداس عليه بيتوسخ، ده مفيش الكلام ده نهائي. كل اخر حاجه ممكن تتعمل فيه ممكن سفنجه يتمسح من عليه الشعرايه، ده لو شويه تراب. ده بالنسبة لأبو شعر. وبالنسبة للفرو زي ما احنا ما قلنا، ده فرو أرانب. الفرو والأرنب ده بدأنا ان احنا نعمله مخدة، بدأنا ان احنا نعمله سجاد أرضي بس زي ما احنا قلنا. وطبعا الأرنب بيتبطن من الظهر،
زي كده. برضو الطبلهات المعلقات برضو بنبطنها من الظهر، بنحاول ان احنا نجدل الحرف بتاعها عشان نديها شكل احسن، بنعلق لها علقات بحيث ان هي حضرتك بتاخدها جاهزة معلقة على الحيطة، ما بيتعملش فيها اي حاجة تاني فقط لا غير. ده بالنسبة للجلد. طبعا احنا برضو بعد ما بان احنا نعالج الجلد بنبدأ ان احنا ندخله بقى مراحل. المرحلة الاولى ان احنا نبدأ بعد كده نقطع فيه بس باستنباط علشان خاطر نطلع سجادة بشكل معين، مش اي شكل عشوائي، برضو بنحاول ان احنا نقطعها كاستنبة وبعد كده بتتجمع معانا. احنا بنقطع بقطرات بعد كده بان احنا نجمعها بكلها نلزقها في بعضها، بعد كده بندخلها مرحلتين معانا، في مرحلة زي الخياطة دي مرحلة، وفي مرحلة بتبقى زي الجدل. الجدل ده بيبقى عبارة عن ستان، وده بيبقى برضو على حسب طلب الناس، واحنا بنشتغل ده وبنشتغل ده. جهاز تنمية المشروعات افادنا بالمعارض. احنا بصراحة ما كانش عندنا اماكن ان احنا نقدر نعرض فيها شغلنا، فبدأ ان جهاز تنمية المشروعات يوفر لنا ان احنا ننزل تراثنا، وبدأنا ان احنا ننزل كذا معرض تبعهم في اسكندرية برضو تراثنا، مكان يجي الزبون عليه قابلية ان هو يشوفنا من عن طريق جهاز تنمية المشروعات، لان احنا برضو لو ما كناش بدأنا معاهم ما كانش هيبقى لنا مكان يعني ان الزبون يوصل فيه معانا ان هو يشوف القطع. فدي برضو ميزة كويسة من جهاز تنمية المشروعات، وبدأوا ان هم يقفوا معانا، ممكن يعملوا لنا معارض داخلية وخارجية بره وجوه في مصر. الحمد لله رب العالمين، هم بيميزونا ان الزبون يقدر يوصل لحد عندنا بالمنتج الحرف اليدوية عشان خاطر تعجبه، يبقى فيه في الدولة حاجات برضو واقفين معاك فيها. فجهاز تنمية المشروعات ساعدنا كتير الصراحة، ان هو برضو ساعدنا في المعارض. المعارض دي احنا كنا محتاجين لها جامد عشان خاطر احنا دلوقتي برضو التسويق دي حاجة مهمة، احنا بنطلع شغل الحمد لله رب العالمين جودة عالية. فطبعا الجودة العالية دي بتبقى عايزة مكان ان انت تقدر تعرض فيها شغلك عشان خاطر الزبون يقدر يوصل لك من عن طريقها. فمعنى ان جهاز تنمية المشروعات يقف معانا كشباب وان احنا كبلد، فالحمد لله رب العالمين هو واقف معانا في حاجة زي كده، ووصلنا ان احنا يبقى لنا زبون عن طريق معرض تراثنا وعن طريق معرض جهاز تنمية المشروعات، الحمد لله رب العالمين.